جاء مهرجان المشهد السوري المقام في العاصمة الفرنسية باريس فرصة استثنائية في التوقيت ومشوقا لجمهور فرنسي تعاطف مع الثورة السورية وسرعان ما اختلط عليه المشهد، إضافة لأهميته لرواد الفنون السورية لإيجاد موطئ قدم لهم في عاصمة مكتظة أصلا وللتعبير عن حضورهم وقضيتهم. أنا بالأساس بشتغل سينوغرافيا، فبيهمني كتير موضوع العرض لأنه أنا بحاجة كمان أنه هاي الناس تشوف كيف نحن منعيش حقيقة، يعني مو تشوفنا بس من خلال أخبار، وهن مو بس بيشوفونا بس من خلال أخبار، بيشوفونا بس من خلال أخبارهم هن واللي هي مغلوطة كتير. الجهة المنظمة لفعاليات المهرجان عملت على توفير منصة للسوريين حوار وثقافة وعروض، إضافة إلى استقطابها للكثير من الضيوف السوريين من خارج فرنسا لتمكين المهرجان من فرص نجاحه. وبين الجهود الهادفة وأولوياتها اطلاع الجمهور الفرنسي على القضية السورية بتفاصيلها. فعاليات المشهد السوري عملنا على أن تكون جامعة لسوريا، نقدم لهم منصة للتعريف بفنون بلدهم، ونقدم للجمهور الفرنسي صورة مغايرة لما يقدم بنشرات الأخبار وما فيها من حرب هناك. حضرت السينما السورية في أيام المهرجان كما حضر المسرح ورواده الشباب في تجاربهم المنطلقة من إطار الخاص إلى العام، إضافة لحلقات حوار تناولت علاقة الفن بالسياسة وبينهما الأطباق السورية والشعر والأدب. وإن غابت سيرة المجريات على أرض سوريا، فإن الجمهور السوري وجد بالمهرجان نافذة مهمة للاستمرار بما يريده هو. الصورة البصرية اللي عم يقدروا السوريين بعد ما طلعوا برات البلد ينقلوا الحدث السوري خارج عن نطاق الفيديو اللي عم يطلع من دمار ومن ألم ولا من دماء وإلى آخره. الناس عم تحاول تتابع انتماء لهذا البلد ولهي القضية. ثمة جهود بدأت تتسارع بحضورها وتؤسس لحالة معبرة عن حضور سوري في باريس، لكنها ما تزال مرتبطة بالرضا الفرنسي وإمكانية فسح مزيدا من الأبواب أمامها كحال مهرجان المشهد السوري، لكنه يبقى نافذة مهمة كما يجمع الجمهور الفرنسي والسوري. مهرجان المشهد السوري في العاصمة الفرنسية باريس ضمن عروض فنية منها المسرح والموسيقى والسينما، إضافة إلى حوارات سياسية بين السوريين والفرنسيين حول سوريا والمرحلة القادمة والحياة في سوريا كيف كانت وكيف أصبحت. والأهم من كل ذلك بحسب السوريين والفرنسيين ذاتهم أن تستمر هذه النافذة مفتوحة لينقل السوريين الصورة التي يرغبوها كما هم يريدون وليس كما تريد الآخرين. لأورينت نيوز، محمد العويد، باريس.